مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في كيف الصحة. موضوع هام جدا، مهم جدا، وتكملة لسلسلة المواضيع التي تطرقناها مع استشاري دكتور محمد حسن، استشاري طب الأطفال، في الحلقات السابقة من كيف الصحة عن طفل التوحد. وأكيد عرف لنا خلال حلقات ماضية عن التوحد والأسباب وكيفية معالجة وتأهيل، واليوم سنناقش عن أهمية طرق أهمية التأهيل، وأهمية أيضا تتبع طرق تأهيل الطفل المتوحد خلال هذه الساعة. نحييكم ونحييك دكتور محمد حسن. أيضا نحيي كل متابعينا، يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على الشاشة من الآن، أيضا أخذ كل استفساراتكم وأسئلتكم عبر تطبيق الواتساب والإيمو أيضا. وبالتأكيد تتابعونا، تابعون قناة الحوار المباشرة على اليوتيوب، وإن شاء الله تكون يعني مشاهدة أو متابعة مفيدة للجميع. دكتور، في حلقات سابقة وأنت أساساً متخصص في الطفل المتوحد، تحدثت عن أمور هامة جداً ونقاط هامة جداً في معرفة وتشخيص، أولاً التشخيص المبكر للتوحد، الطفل التوحد، وأهمية معرفة وتتبع يعني التأهيل والمعالجة وغيرها، وفهم الحالة بشكل. إحنا طبعاً متفقين بأنها ليست حالة مرضية، بل هي حالة اضطرابية وظائف المخ. نعم. اليوم راح نتكلم عن أهمية التأهيل أولا، ولكن قبل ذلك يعني أهمية التشخيص الذي يأتي قبل التأهيل وتأثيره على سرعة التأهيل للطفل ومعالجته ومعالجة هذه الحالة. ما أهمية ذلك دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التشخيص مهم جدا مبكرا، لأن التدخل المبكر يؤدي إلى فائدة أحسن وأعظم من التدخل بالتأخير بلا شك، ده شيء يعني منطقي جدا. لذلك سرعة التعرف على الطفل اللي عنده توحد مهمة للتدخل وللتأهيل، حتى يتم يعني تحويل مجار الاضطرابات إلى المجال المجرى السليم. التأخر في التشخيص ومن ثم التأخر في العلاج يؤدي إلى تأخر في النتائج، يعني لا ننتظر النتائج من شخص تم تشخيصه بعد سنين مثلا، وهي دي المشكلة. لذلك التشخيص مهم جدا في المراحل المبكرة من العمر، أقول المراحل المبكرة في خلال أول سنتين أو ثلاث سنين. تمام. ذكرت أن الاكتشاف المبكر كيف يتم؟ نعم. كيف يكتشف الأهالي؟ كثيرا يغفل من الأهالي اكتشاف حالة التوحد إلا بعد، كما ذكرت، مرور سنوات على السنوات صحيح. الأولى من الطفل صحيح. ومن بعض أو بعض الأهالي أيضا لديه مشكلة عدم الاعتراف بأن الطفل لديه توحد، فيتأخرون في بالتالي بعد أن تتفاقم الحالة. متى يتم الاكتشاف؟ في أي سن؟ نعم، هو من أجل أن يتم الاكتشاف لابد أن نتعرف على النمو والتطور الطبيعي في الطفل، في دماغ الطفل أشياء كثيرة ومناطق مختلفة بيحصل فيها تطورات، خاصة في أول سنتين. ده أهم شيء، في أول سنتين المخ فيه مراكز مختلفة، هذه المراكز تتفاعل مع بعضها وتتشابك مع بعضها البعض. إذا لم يحدث هذا يتم ظهور أول علامات من علامات التوحد بأشكال مختلفة. دعني أعرف التوحد أولا للناس اللي هي ما تعرفش، يعني هو اضطراب أو خلل وظيفي في ثلاث أشياء مهمة في الوظائف الاجتماعية والتطورية عموما. أول شيء بيكون في عملية التخاطب ويعني التحدث مع الناس، فجزء أساسي أن يكون الطفل بنعرف أنه هو بيتعلم كيف يتفاعل مع العوامل الخارجية، وبعدين يبدأ يتكلم، بعدين يبدأ أنه هو إيه يطلب الأشياء اللي هو عايز يطلبها. فإذا حصل خلل في هذه المنظومة، منظومة تعلم التخاطب ومنظومة أنه يعرف الأشياء اللي هو عايزها، ده أول شيء اللي هو خلل في التخاطب. الشيء الثاني
لو ما حصلش خلل في التخاطب ممكن يحصل خلل في العلاقات الاجتماعية. بالتأكيد. يعني ممكن الطفل يكون بيتكلم ماشي خلاص ما فيش مشكلة، لكن خلل في العلاقات الاجتماعية معناها أن عنده الكلام موجود، عنده القدرة على التخاطب موجودة، لكن لا يستخدم الكلام بالمضمون المفهوم به، يستخدمه بالمفهوم الواضح، يستخدمه بمفهوم مختلف عن اللي الشخص العادي يفهمه. ففيه الخلل اللي هي الخلل الوظيفي في الناحية الاجتماعية. نعم. اللي هو العلاقات قبل مع الناس. قبل أن نأخذ الناحية الاجتماعية أعذرني على يعني توقيفك، يعني حابين نعرف أين يكمن الخلل في الدماغ. تمام. في أي بقعة في الدماغ بالتحديد دكتور؟ تمام تمام. لو الأخوة يحطونا أول شريحة. تمام. نأخذ أول شريحة نتعرف على أين يحصل هذا الخلل. وبعدين موجودة الآن نشوف. على الشاشة. نعم. تمام. نشوف هي ظاهره لك حقيقه الناحيه الثانيه. نعم. خلاص انا عندي هنا عشان اشرح عليها. نعم. برضو طبعا هي عندنا في المخ في مناطق مختلفه. هذه المناطق متعلقه بوظائف المخ المختلفه. المناطق المختلفه دي فيها مناطق في مقدمه المخ اللي هي مكتوب يعني عندك سبيتش اللي هو أيوة. الكلام، بعد كده السمع في الجنب اللي هو بالاخضر، بعدين الشم اللي هو في قاع المخ، بعدين الحركه اللي هي في مقدمة المخ أمام الخط الأحمر، بعدين في الوسط في أعلى الدماغ في حاسة اللمس. حاسة اللمس وحاسة الضغط، بعدين في حاسة التذوق خلفها. تمام. وهكذا. ففي مناطق مختلفة، مراكز مختلفة في المخ. هذه المراكز المفروض مع بداية نمو أو تطور المخ إنها تتشابك وتتعامل مع بعضها. نعم. أضرب مثل بسيط للتوضيح، يعني فضل. الطفل لابد أن يسمع من أجل أن يتكلم. تمام، واضح. إزاي الاثنين مرتبطين مع بعض؟ من خلال التشابكات. نعم. العصبية اللي احنا نتكلم عليها. تسمع الأول، بعدين تبدأ اللي سمعته تكرره أو إيه تتفاعل معه. نعم. برضو مش بس السمع اللي المطلوب من أجل أن تتحدث، برضو مطلوب النظر البصر. فإذا وجد السمع ووجد البصر الاثنين مع بعض بيغذوا الكلام. نعم. يعني لو في مثلا تفاحة لونها أحمر بشكل معين ورناها للطفل، سميناها تفاحة. لو سميناها تفاحة والطفل ما شافش التفاحة، هو عنده كلمة هيكررها لكن ما يعرفش مضمون الكلمة إيه، لازم يحط الصورة مع الصوت مع بعض. تمام. فإحنا بنقول تفاحة، الصوت خلاص سمعوا، وبنوريه المنظر كمان بتاع التفاحة. ضروري. الاتنين دول يرتبطوا مع بعض بإيه بقى؟ بمركز الكلام في المخ. فيبقى كده فيه تشابك ثلاثي. نعم. مركز الكلام مع مركز السمع مع مركز البصر. صحيح. فيورينا إن مراكز المخ المختلفة يعني زي وزارة مثلا فيها أقسام مختلفة، لازم هذه الأقسام المختلفة ترتبط ببعضها البعض. تمام. اللي بيحصل في الأوتيزم إيه؟ إن بيبقى في خلل في التواصل بين هذه المراكز من بعضها البعض، وبالتالي الطفل ممكن يشوف التفاحة منفصلة عن الكلمة. نعم. منفصلة عن المعنى، وبالتالي مفيش المضمون ترابط المتكامل لهذه الصورة. بالتأكيد. فده أول يعني ده من ضمن الخلل. إذن يعني الدماغ مهم جدا، في داخل الدماغ وأقسام الدماغ. نعم. هي ترتبط. ترتبط بعضها البعض. نعم. بعضها البعض. نعم. في كمان لو الأخوة يحطونا الفيديو. نعم. اللي هو الشريحة رقم 2. تمام. في منطقة زي ما يسموها بالإنجليزي سوبر هاي واي. إزاي بقى؟ يعني هي منطقة هب أو منطقة تجميع المعلومات، زي مركز المخابرات بالضبط كده. تمام. يعني معلش في اللفظ، بس مركز المخابرات المعلومات بتيجي من جميع الجهات. والمراكز تخش في هذا المركز اللي هو بيسموه بالانجليزي كوربوس كالوزم، اللي هو الجزء يعني الكبير. نعم. او ليه شكل معين لو شفنا في الفيديو ممكن موجوده هي اصلا. المشاهدين بيشاهدوها. فيك تشرحها دكتور حتى؟ طيب. تضع لنا. ماشي. هي موجوده حاليا يعني؟ موجوده حاليا. نعم. طيب انا نعم. اعملها موجودة. عندي عشان اشوفها. تمام. كمان فهو اللي بيحصل ان هو داخل ال ال ال, ال, ال
المخ الدماغ داخل المخ في الأطفال اللي عندهم الأوتيزم. الجزء ده اللي اسمه كوربس كالوزم اللي هو الجزء الأحمر موجود. الجزء الأحمر ده مش عارف الإخوة شايفينه ولا شايفين طيب الجزء الأحمر ده هو عامل زي منطقة ربط المعلومات من جميع المراكز اللي شفناها في الشرح الأولاني. أيوة. تيجي تجمع كل المعلومات مع بعضها ترتبط وبعدين تتوزع بالشكل المفروض تتوزع به بالسلك بأسلاك كهربائية مختلفة زي ما بتوضح كده الصورة. المعلومة جاية من مركز تخش في مركز تجميع المعلومات وتوصيفها بعدين تطلع منه للمراكز المختلفة. اتضح علميا أن هذا المركز في الأطفال اللي عندهم توحد الأطفال أو الكبار بيبقى فيه خلل. المعلومة جاية بس مفيش ترتيبها وتوظيفها وإعادة توزيعها. تمام. ده مش موجود بهذه الدقة. بهذه الدقة. وهشوف الحكاية مع حضرتك بتسألي إزاي بتحصل إزاي المخ إنه بقى هو كده. في مراكز عندنا مختلفة، المراكز لها وظائف مختلفة، بس ما ينفعش يشتغلوا لوحديهم، لازم يشتغلوا مع بعضهم البعض. وفي مركز تجميع للمعلومات وإعادة توصيفها وتوظيفها. فإعادة التوصيف والتوظيف لهذه المعلومات في هذا المركز اللي اسمه كوربس كالوزم اللي هو في منتصف المخ بالذات، لو حصل فيه خلل معين المعلومات جاية ما بتطلعش بالشكل اللي هو المطلوب. أيوة. وما يحصلش إعادة توظيف لها، وبالتالي المصاب بهذا الاضطراب يحصل فيه أنه تايه. يعني يبقى في توهان، مش عارف إيه انت بتكلمني في ايه ولا انا عايز اعمل ايه، في عالم اخر. في عالم اخر بيبقى موصوف ان هو عايش في حاله، بيحب ان هو يكون لوحده لان مش فاهم يعني ايه زي ما بيقولوا بالانجليزي he cannot make sense of what's happening. يعني مش قادر يعني يوصف او يوظف المعلومات اللي عنده في التعامل مع الناس. ولذلك دكتور اتت هذه التسميه، أجت هذه التسمية اللي هي الأوتيزم الوحدوية، الوحدانية أو الذاتوية أو الذاتية. نعم. يعني لها توصيفات كثيرة. نعم. وهي مع يعني لها طيف من الأطياف لأن نعم. مش كل الأطفال بيصابوا بجميع الأشياء اللي بالتأكيد فيها. كنت راح أسألك على هذا. نعم. السؤال مهم جدا، لكن بما أننا ذكرنا بأن الوحدوية كما ذكرت عالم يعيشه الطفل. نعم. متوحد. نعم. أيضا يعني طبيا او علميا. نعم. ميديكلي يعني ايضا رفض ان يصنف طفل التوحد بالمعاق لان هو ليس معاق ذهنيا. صحيح دكتور؟ هو مش معاق، لكن بعض الاباء اسف بعض الاباء. نعم. يحب التوصيف للفائده. هنا خاصه في بريطانيا. تمام. بيستفيد هو من هذا التوصيف. اذا لم يحدث هذا التوصيف بتحجز عنه أشياء زي مثلا الاستفادة من في المدارس. نعم. في الدراسة. أو في الإعانة المالية. نعم. وبالتالي يعني إيه ما بيحصلش التأهيل بالسرعة المتوقعة، وبذلك هي باكج يعني هي يعني باقة. يعني بشكل مختصر بريطانيا، يعني نتحدث عن بريطانيا، هل هي تصنف بأنه طفل التوحد معاق؟ بتصنف بهذه. ويحق حتى يحصل الأهالي على المساعدات التي المساعدات. ذكرتها. صح صح. نعم. تمام. نعم. طيب دكتور، يعني الآن احنا تحدثت في سياق حديثك عن التوحد له مراحل وله أيضا يعني درجات معينة، من درجات كالطيف. نعم. كما ذكرت درجات بسيطة. نعم. درجات، حدثنا عن هذه الدرجات، كيف تصل؟ هل الطفل يولد بتوحد شديد الدرجة أم في أطفال بيولدوا بدرجة خفيفة ومن ثم يتدرجوا إلى المراحل الصعبة الحادة مثلا؟ ما هي هذه الدرجات؟ هي بتبدأ في الطفل الصغير اللي هو مثلا 9 شهور بفقدان الابتسامة، ما يكونش فيه موجود ابتسامة. أي طفل تبتسم إليه يبتسم. صحيح. وينظر وتلتقي العين بالعين ويتتبع يعني حركة الأم أو الأب أو الشخص اللي معاه أو الأخوات اللي موجودين في البيت. بداية التوحد في هذه السن إن هو مش مهتم بهذه المواضيع، حتى أمه ميران لا ينظر إليها. ما فيش اللي بيسموه الـ eye contact. نعم.
وما فيش البسمة المتبادلة. يعني مثلا الأخير. يعني مثلا الأم تبتسم لي، المفروض الطفل يبتسم. صحيح. أو حتى حد تاني في البيت المفروض أن يبتسم، لكن ده بيبقى غايب. فدي أولى العلامات. كل ما تطور إحنا متوقعين أنه يبتدي يتعلم الكلام ويتعلم الإشارة بالأصبع. نعم. يشاور على الأشياء من سن سنة. أي طفل المفروض أنه يشاور بأصبعه على لعبة، على أكل، على أي شيء. الطفل التوحد ده ما يكونش موجود أساساً، هو غير موجود. آه بالضبط. كمان من سن برضو سنة طفل التوحد نتوقع أنه هو طفل النمو الطبيعي. نعم. نتوقع أنه هو لما تسأليه سؤال عايز كذا يرد بالإيماء، يعني كذا نعم أو كذا لا. صحيح. بالرأس. طفل التوحد ده مش موجود، يعني كذا ساكت. نعم. أمامه. ما في أي ردة فعل. لا يستخدم لغة الإشارة باليد أو بالرأس أو حتى لغة الإشارة في العينين. يعني نعم. العينين لها لغة. أكيد. كل ما الطفل يكبر كل ما تطورت هذه اللغة عنده. طفل التوحد لا تتطور هذه الصفة عنده. نعم. ولكن يعني المقصود في سؤالي أنه يعني هذه واضحة هي العلامات العامة في طفل التوحد، ولكن السؤال هو يعني هل تبدأ بدرجة خفيفة ومن ثم تتدرج، أم كل حالة وحالة منفصلة عن بعضها؟ حالة تولد بدرجة خفيفة من التوحد، حالة تولد من بعد ما تكبر بدرجة شديدة. هذا هو المقصد. نعم ممكن يحصل، بس ده يعتمد على درجة ذكاء الطفل. يعني لو الطفل عنده درجة عالية من الذكاء تتأخر ظهورها لهذه العلامات، حتى ولو كانت علامات كبيرة تتأخر ظهورها. لأن الطفل بيتعلم أو يتعود يتعامل مع الأشياء اللي حواليه فيخبي، خاصة البنات. نعم. البنات بالذات عندهم قدرة غريبة على أنهم يخبوا مظاهر وأعراض التوحد. نعم. حاجة من عند ربنا. نعم. سبحان الله. وبالتالي إحنا بنشخص البنات حوالي 4 أو 5 سنين متأخرين عن الأولاد. لأن العلامات يعني تظهر مع النمو. مع النمو. المعنى. بس البنات عندهم قدرة أنهم يحتووها داخلهم، عندهم قدرة. لا تظهر بشكل عام. لا تظهر إلا بعد. نعم. في سن 8-9-10 وفي أغلب الأحيان كمان 11 أو 12 تبدأ تظهر هذه العلامات. تمام. كنوع من الانزايتي أو ديبريشن، يعني إحباط أو أو القلق. نعم. يبقى في قلق وفي كده في العلاقات وتزمت وكده، ما تفهميش سبب إيه، لكن لما تبدأ إيه تفحص الأمور. نعم. تلاقي إن الأمور دي كانت أصلاً موجودة من الأول بس ما كانتش ظاهرة، لأن الطفل. نعم. بيحاول البنت بالذات تتفادى هذه المواقف اللي تظهر نقاط ضعفها. تمام. في الولد غير كده. في الولد لو هو ذكي بيحاول يتفادى، لكن للأسف لو هو غير كده بتحصل تظهر هذه الأمور. تمام. إذن يعني تتعلق بذكاء الطفل. نقدر نقول دكتور أنه التوحد يعني يتدرج حتى يصل للأسوأ أو يكون أسوأ، أم هي حالة ثابتة، أم أن التأهيل الذي راح نتكلم عنه اليوم يجعل من الاضطرابات أقل حدة؟ كيف تراها؟ هي شدة العلامات بتظهر بالتدريج، وإحنا ما نقدرش نشخص من علامتين أو ثلاثة في الأول. فبالتالي لما يكون طفل عنده توحد شديد جدا بتظهر كل الأعراض مع بعضها. متى تظهر؟ من سن، ممكن تقولي من سن أقل من سنة. إذن بس لا نشخصها عند هذه السن. لا نشخص طفل بالتوحد أقل من سنة. إذن سنتين عامين هو من التشخيص. من سنة ونص إلى سنتين يبدأ التشخيص. ليه؟ لأن بنحط عوامل كثيرة، عوامل نمو، عوامل تطور، عوامل بيئية، عوامل اجتماعية. صحيح. عوامل أخلاق كله. وإلا كنا نشخص كل طفل بتوحد. صحيح. لذلك ننتظر حتى تكتمل الصورة بالكامل. طيب. ونفحص كل الأعلامات. يعني لو شديدة هتبان كلها مع بعضها مع بعضها في أول سنة، في أول من أول سنة لاثنين سنتين.
إذا كانت شديدة أرجع أسأل، يعني هل تكون هي شديدة ثابتة؟ آه بتظل 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 مدى الحياة للأسف. ممكن مع التأهيل اللي راح نتكلم عنه وطرقه وأهميته تخف من حدة الاضطرابات دكتور؟ تخف، لكنها لذلك أنا تكلمت في الأول عن أهمية التشخيص المبكر. أهمية التشخيص المبكر ممكن يغير المسار، لكن التوحد بيكون موجود في الخلفية بدرجة أخرى، ما بيبقاش ظاهر بالشكل اللي هو من غير تدخل. طيب نتحدث الآن عن أهمية هذا التدخل، ماذا يعني التأهيل للطفل؟ يعني تغيير في مستقبله، يعني إنه هو في من ناحية التعليم، من ناحية الوظيفة، من ناحية العلاقات الاجتماعية. نعم. سواء كان هيعمل أصدقاء أو هيتزوج، هو ده اللي بيحصل. في ناس لما بيحصلش عندهم التأهيل مبكرا بيحرموا من هذه الأشياء لدرجة أنه لا يتزوج، ما حدش هيعرف يعيش معه. نعم. لدرجة أنه يفشل في الدراسة لأنه ما فيش طريقة معينة تعلموا بها. نعم. ولذلك البداية مبكرا جدا، يعني عند سنتين بيحصل أنه هو يبدأ التأهيل من هذا من هذه السن. هذا معنى التأهيل بشكل. هذا معنى التأهيل. طيب الدكتور الأول. حتى نأهلهم، يعني حابين نعرف أو نكتشف معا في هذه الرحلة مدى الصعوبات التي يواجهونها أطفال. نعم. التوحد، ما هي هذه الصعوبات؟ نعم. طيب لو الأخوة حطونا الفيديو رقم 4 تمام، هيبين لنا، وهو إحنا لازم نتعرف على العلامات، هذه العلامات بالكامل. صحيح. علشان المشاهدين وعلى الأسر، يعني إيه لما يشوفوا حاجات زي دي يبتدي يفكر. تمام. وبسرعة يشوف حد يستوعب متخصص. و... نعم. بالضبط. شوفي حد. هذه طفلة عندها سنتين. تمام. الطفلة دي عندها توحد. هي بتعمل إيه حالياً؟ مش بتتكلم. لو حطينا الصوت لقى ما فيش، مش بتتكلم. نعم. هتلاقيها فقط بتصرخ. نعم. وكده، لكن هي مهتمة جدا، مخها بيقول لها كده ان طريقة اللعب عندها طريقة مختلفة عن الأطفال العاديين، بتضطر تحط الأشياء في خط معين سواء كان بالحجم أو بالشكل أو باللون أو حتى كده عشوائي، بواضح انها بتعمله بطريقة عشوائية، ولذلك مش عايزة تسيب أي مكان في دماغها، هي ان لازم أحط خط مستقيم. فلما ما فيش مكان للكوباية اللي يفيدها دي. نعم. أو وجدت مكان الحمد لله، بس اللي حصل إن الكوباية الخضراء وقعت. نعم. فشوف اللي حصل فيها، إن هي خلاص كده الدنيا خربت معاها، مفيش المرونة، مفيش إن أنا ممكن ألعب بشكل معين، هي ده طريقة اللعب. فطريقة اللعب مركزة، ووالدتها بتصورها، لاحظي مش مفيش نظرة، ما في اي كونتاكت، نظره للوالده. نعم. اللي هي بتكلمها، يعني لو الفيديو فيه صوت او هو فيه صوت بس احنا حاطينه عشان نشرح. نعم. هتلاقي تتفاعل مع الام، الطفل العادي امها بتقول لها في ايه، ما مره هي بسطه بس برضو مهتمه ان هي يعني كده خلاص كده مشكله كبيره ليها. فوالدتها بتقول لها طيب يعني هاتي حطيها هنا او كده، فبرضو هي ما زالت ان هي مشغوله جدا. بالخط اللي هي عايزه تعمل، ما في ريسبوند، ما في تواصل. عجيب فعلا، هي مشغوله. نعم. بالكامل في عمل خط مستقيم باللعب. نعم. هو ده كل همها، لكن حكايه ان تلعب مثلا بتطبخ او بتشرب او تحط اكل، ما فيش الكلام ده. نعم. فده ده واحدة من العلامات. هذه العلامة للبنات، ذكرت ان البنات العلامات لا تظهر مؤخرة شوية. نعم. نعم. هذه الطفلة يبدو أنها في سنتين، عمرها سنتين، سنتين أو ثلاثة يعني. لا سنتين. وظهرت. أيوة. ما هو دي أكيد ظاهرة من الأول. أكيد ما هي ما بتظهرش فجأة. نعم. العلامات بتظهر يعني كما ذكرت مع النمو، مع النمو. نعم. وكل ما يتعرض الطفل لي العوامل الخارجية، الخارجية. نعم. والتفاعلات والتعاملات مع العالم اللي حواليه. نعم. كل ما هستخدم كلمة معلش، يتفضح أمره. تظهر، يتفضح تبان. أمره. نعم. تظهر المشكلة اللي عنده، يكشف أمره. يتكشف. نعم. يتكشف بقى، تحطيه مع أطفال تانين يتكشف على طول، تطلعيه من البيت يروح. نعم. الحضانة يتكشف، تستطيع أن تفرق بين الطفل. هو في البيت. نعم. ده يعتبر عنده بيسميها احنا بالإنجليزي comfort zone. يعني منطقة اللي هي المريحة بالنسبة له، بالنسبة الآمنة الآمنة والمريحة. نعم. ما تطلعنيش برا،
لو طلعت بره هتكشف. فبالتالي مروحه للحضانة بيبقى صعب جدا، بيقعد أسابيع لحد ما يستقر. ممكن ما يستقرش في الحضانة، ممكن يستقر. عايز يبقى لوحده، مش فاهم العالم اللي حواليه ده عايز إيه، مش فاهم يتفاعل مع الأطفال اللي عايزين منه لعب إزاي، بالتأكيد مش فاهم المدرسة بتقول يا أولاد تعالوا، مش موجود هو، لأنه هو عايز يبقى لوحده في عالم لوحده، شعوره لوحده، ألعابه لوحده، أحاسيسه لوحده. والصورة اللي بعد ممكن نشوف الفيديو اللي بعده اللي هو رقم أيضا يبين العلامات برضو من ضمن العلامات. تمام. ف دكتور، يعني العلامات هذه إذا في حالة تأخر الأهالي باحتضان أبنائهم أطفال التوحد وتأهيلهم مبكرا، تسوء الحالة، بتزداد فعلا ظهورا وسوءا لأنه ما حصلش تأهيل. حتى ممكن يكون في تأخر في النطق مثلا. طبعا النطق ممكن يكون موجود وفي ما زال توحد، عشان ما نغلطش في الحتة دي. هو الأوتيزم الكلاسيكي اللي هو النموذجي، ما فيش كلام، ما فيش تفاعل، نعم، ما فيش تخاطب، في حاله ده الكلاسيكي اللي هو النموذجي اللي فيه كل العلامات. نعم. احنا قلنا طيف. الأنواع التانية من الأوتيزم في كلام بس مش عارف يستخدمه ازاي، ما فيش تأخر في الكلام، بيتكلم بس يتكلم في الحاجات اللي هو عايزها. تمام. مش هسمع كلامك، انت تسمعني اتكلم. انا مهتم بالسفن، كلامي كله هيبقى على السفن ولازم تسمع. ولو عطلتني في الكلام هبدا من المربع رقم واحد تاني، حتى لو قلت انا فاهم خلاص ممكن نعدي، لازم نعيد الكلام من الاول. طيب. في كلام موجود بس ولكن الكلام يستخدم للذاتية. تمام. نعم. دكتور، نقف عند فاصل سريع، يعني أخذنا نعم. الوقت، ولكن فاصل سريع مشاهدينا الكرام، نعود إليكم نناقش بقية أهمية طرق التأهيل وكيفية التأهيل مع دكتور محمد حسن استشاري طب الأطفال. نحييكم مجدداً مشاهدينا الكرام، كيف الصحة، موضوع مهم جداً عن طرق تأهيل الطفل المتوحد مع دكتور محمد حسن. طبعاً نحيي متابعتكم واتصالاتكم، وكل الأرقام موجودة على الشاشة، وأيضاً متابعينا الذين أرسلوا لنا عبر تطبيق الواتساب، راح نقرأ كل الأسئلة إن شاء الله الآن. نحييك الدكتور مرة أخرى. طبعاً الوقت بداهمنا بسرعة، ولكن لابد أن نتحدث عن طرق التأهيل وأهميتها. قبل ذلك ناخذ باقي العلامات، باقي العلامات كثير. فيديو رقم 5 لو الأخوة. بس قبل ما ناخذ فيديو ناخذ سؤال المشاهد الكريم عبد الرب النبي من المغرب، يسأل إذا تم اكتشاف الطفل أنه مريض بالتوحد وهو يتابع دراسته في المدرسة التعليمية، كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع أولا؟ وهل هذا المرض، احنا قلنا انه ليس مرض، انما هو هي حاله مرض وراثي يظهر في الذريه المستقبليه، يظهر في الوراثه. هو اللي شخص الاضطراب عند الطفل. نعم. صاحب السؤال، اخ صاحب السؤال، نعم، لازم يكون عامل برنامج تاهيلي بيشاركه بين الاهل وبين المدرسه. لابد أن يكون، ما فيش تشخيص من غير تأهيل. إيه فائدة التشخيص؟ التشخيص أساساً معناه أنك عايز تعمل تأهيل علشان خاطر تصلح من هذا الاضطراب أو تقلل من حدته ومن تأثيره على العلاقات وعلى التحصيل الأكاديمي أو العلمي. فلابد أن يكون في برنامج معين محطوط يعني. يعني أنا أسأل من الشخص، وبالتالي هل هذا الشخص اللي شخص وضع برنامج معين للأسرة وللمدرسة؟ إذن لابد أن يكون في تشخيص دقيق. لابد أن يكون في خطة للتأهيل حتى لو كان في المدرسة. طبعا. يعني ممكن يكون وراثي دكتور؟ صحيح، بيحصل أنه هو الأسرة اللي بيبقى فيها حد عنده أوتيزم تتوقع أن يكون في حوالي، ممكن يكون من 10 إلى 20% الأطفال الأجيال اللي جاية يبقى عندهم
عندهم توحد. دكتور ليه بنلاحظ انه ازدادت هذه الحاله وخصوصا من حتى شباب يعني متزوجين حديثا ولديهم اول طفل لديه توحد؟ هي مش ازدادت، هي ازدادت طرق التشخيص، وبالتالي ادت انطباع انها زادت. هي كانت موجوده في السابق، ما موجودة. كانت موجوده كانت لا هي كانت موجوده لكن ما كان عندنا القدره للتشخيص او للاكتشاف او المعرفه. وهذا يجرني، هل الادلت او الكبار نساء او رجال لديهم توحد؟ لديهم ولم توحد وموجودين وما حد عرف عنهم وما حد شخصهم، متزوجين وعايشين حياتهم وعايشين وكذا وعادي. يعني من ضمن علامات التوحد اضطراب العلاقات الاجتماعيه. تمام. في الكبار، في الكبار بالتحديد. تلاقي مش يعني في الشغل عنده مشكله، في البيت عنده مشكله، مع اخواته عنده مشكله، مع اصحابه عنده مشكله، يبقى لازم الانسان يفكر ايه هو اللي حاصل بالضبط. يعني اضطراب في العلاقات الاجتماعيه ده اساس التوحد. نعم. يعني مش كده وخلاص، يعني لازم يكون فيه مشكله ادت الى انه مش عارف يتعامل مع حد او لا يستطيع في الشارع في البيت. نعم. في الشغل في اي مكان. تمام. بس فديه لازم ينظر للشخص اللي عنده هذه المشكله، ينظر اليها بهذا المنظار. نعم. ويحصل هذا التشخيص. نعم. يمكن ربنا يصلح الحال. تمام. نعود الى الخمسه حتى نستطيع نتحدث عن طرق التاهيل. نعم. مهم جدا اليوم. نعم. تحدث عنها دكتور علشان رقم خمسه ما دي رقم طيب الفيديو ده فيه ثلاث اطفال وفي اثنين او ثلاثة باحثين. ده اول طفل، ده طفل طبيعي يعني ما شاء الله عليه جميل. نعم. الطفل الثاني اللي هو ده طفل عنده متلازمة داونز. نعم. خلينا نشوف الطفل الثالث. الطفل الثالث اللي هو هيرجع بعد شوية، اللي هو الطفل ده طفل توحد. هتلاحظ الفرق بين الثلاثة. الباحثين عملوا هذا البحث بين الثلاث اطفال دول، طفل التوحد اللي هو موجود حاليا، طفل متلازمة داون، والطفل الطبيعي، علشان يشوفوا الاختلافات وهم في عمر واحد، الاختلافات بينهم في درجة الوعي، الشعور، الإحساس أو التعاطف مع الشخص اللي فيه عنده ألم أو كده. نعم. شوف هنا الست دي الباحثة بتتظاهر إنها يعني ضربت نفسها على كده، وبتتظاهر إنها في ألم شديد. شوف الطفل العادي اصبح يعني ايه، لاحظ ان في مشكله ويبص. نعم. لها وبيبص في الـ 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 المطرقه عايز يشوف ايه اللي حصل لها. شوف حتى التقاء العينين. نعم. الطفل بتاع داونز عمل نفس القصه. نعم. ابتدى ينظر اليها وينظر الى المطرقه وعايز يشوف هي بتتالم من ايه. ده الطبيعي، ده ما حدش بيتعلمه في البيت ولا ده بيجي طبيعي. شوف الطفل الثالث اللي عنده التوحد حصل ايه. شوف حضرتك هي عمال تتألم وتقول اي ومش اي، هو خد المطرقه منها ولحاله وبيضرب في الترابيزه فرحان عادي خالص كأن ما فيش حاجه حصلت، ما في اي ترابط، منقطع تماما عن. نعم. العاطفه الناحيه الثانيه. تمام. عن عاطفه الشخص. نعم. الثاني. اسمح لي دكتور ناخذ اتصال من محمد من الجزائر. اهلا وسهلا بك، تفضل سؤال. مساء النور اختي الكريمه لك وللدكتور الفاضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، تفضل أختي الكريمة. عندي سؤالين. تفضل سؤال الأول. أختي الكريمة سؤال الأول، هل من ممكن الإنسان يصاب بمرض التوحد وهو في سن الشباب، يعني في سن 20 سنة، يعني سن الشباب، هل ممكن أن يصاب بهذا المرض التوحد؟ تمام. سؤال ثاني. سؤال ثاني أختي الكريمة، سؤال ثاني. تفضل. تسمعني يا أختي؟ نعم نسمعك، تفضل محمد. تفضل. سؤال. سؤال ثاني، هناك طبيبة مختصة في تغذية الأطفال تقول بأن يعني الأطفال المصابين بمرض التوحد يعني من أحسن يأكلوا مثلا ثمرة اليقطين، يعني تقول بلي يأكلوا ثمرة اليقطين، هذه ثمرة اليقطين تفيدهم يعني هذا الأطفال. المصابين بالتوحد. تمام. هذا صحيح؟ هل يرى الدكتور بأن هذا صحيح؟ تمام. محمد شكرا. نعم. السؤالين مهمين. السؤال الأول، يعني هل ممكن أن يصاب الإنسان في عمر متأخر بالتوحد كما ذكر 20 عام هو مش إصابة، هو اضطراب في وظائف زي ما قلنا. نعم. خلل في وظائف المخ لابد أن يكون موجود من الأول، ما بيحصلش أساسا، هو موجود من الطفولة، هو موجود من الأول. نعم. اكتشافه عند هذه السن هو. نعم. المشكلة. لكن هو الخلل موجود. نعم. منذ البداية. نعم.
فهذه القصة. ممكن كما يعني تحدثنا قبل اتصال المشاهد محمد بأنه تلاحظ أيوة. الاضطرابات والعلامات في العلاقات تلاحظ في السلوك. التعرض للعوامل الاجتماعية والتعرض للناس والمحادثة نعم. معهم هنا تظهر العلامات طبعا. لكن لو شخص ولد وعاش لوحده ما حدا يعرف عنه أي شيء أكيد. خلاص هو لما يبدأ يطلع برا نعم. لكن هو موجود فعلا في الكبار هو موجود. موجود هو موجود طيب متى تشخيصه هذه هي المشكلة هذه المشكلة السؤال اليقطين ماذا عن اليقطين لا علم يعني به نعم هل الغذاء له علاقة دكتور لأن نسمع أنه كثير من الأهالي أيضا اللي حاولوا يقدموا التأهيل لأبنائهم أبناء التوحد يعني سلكوا طريق الغذاء غذاء معين غذاء صحي فلا أدري تأثير الغذاء هو الغذاء الصحي مفيد عموما لأي شيء نعم مش بس للتوحد لكن ما فيش علاقة يعني علاجية نعم بين أنواع الأطعمة وبين اضطراب التوحد نعم يعني على طول كده بالتأكيد وخصوصا الأغذية التي يعني لا تساعد الأطفال في التركيز كالحلويات والسكريات المكملات الغذائية في ناس أنا عندي علم إن في أطباء بيكتبوا مكملات غذائية مختلفة تمام زي زيت كبد الحوت وغيره وهذه الأشياء أوميجا وغيره نعم. ماشي بس لا يوجد علاج بحث علمي نعم. يؤكد أن هناك دواء أو عقار لعلاج التوحد تمام العلاج تأهيلي بحت طيب لو كملنا الفيديو نكمل بس نرجع من بعد ضروري في أسئلة كثيرة عن التأهيل كيفية التأهيل لأنه كثير من الأهالي لديهم صعوبة في التأهيل نعم. والاختيار أيضا مراكز التأهيل أو المدارس المعينة على حسب درجات الأطفال ولكن نشاهد السلايد أو الفيديو ما ممكن تشرح حتى تظهر ماشي في أي صورة هي أو هو الفيديو؟ هو الفيديو رقم 5 طبعا. اللي هو كنا بنشوفه نعم. قبل السؤال نعم هنكمله بس عشان خاطر تكتمل نعم. الصورة بالتأكيد. احنا كنا في 3 أطفال طفل عنده نعم. متلازمة داونز طفل طبيعي نعم وطفل عنده توحد أيوة. العلماء الموجودين في الفيديو بيحاولوا يشوفوا يعني مدى الاختلاف بينهم من ناحية الانتباه التركيز عامل التعاطف أو الشفقة وإزاي بيعبروا عنها فعملوا التجارب هي دي اللي هي ست بتتظاهر بأنها في ألم تمام. تجربة تانية عملوها لعبة مخيفة شوية زي الروبوت وتظاهرت بأنها خايفة منها طفل الداونز والطفل الطبيعي شفنا المنظر ده طفل الداونز والطفل الطبيعي عملوا شيء معين يعني تعاطفوا مع هذه الست الطفل اللي عنده التوحد لم يتعاطف معها لم يفهم خوفها وبدأ يلعب وكأنه لا مشكلة موجودة تمام. فهذا الخلل الموجود خلل عاطفي إنه هو إن أنت بتتفاهم وتتعاطف مع الناس اللي حواليك نعم. لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بهذا المعنى لا يستطيع أن يترجم ما ممكن في داخله الاثنين مشكلة في التعبير ومشكلة في فهم الموقف في حد ذاته أساسي. يعني إيه أنت خايف؟ أنا مش فاهم يعني أنت خايف ده معناها أو يعني إيه أن أنت في ألم؟ إزاي مش فاهم أنا يعني على رغم أن هذا أمر طبيعي مش محتاج تعليم إلا أن طفل عنده التوحد أشوف اللعبة حضرتك أيوة. الطفل ده طفل العادي بيحاول يفحصها وبيحاول يتعاطف مع الست اللي خايفة منها أيوة. طفل المتلازم الداون نفس القصة شوفها يعمل حركة لطيفة شوية دفاعا عن الست اللي هي خايفة شوف هي خايفة زعل كرسي راح خبطه ضربه بقدمه داون سيندروم عندهم الفهم طبعا الدهني. عندهم الفهم والتعاطف هو كده بيساعدها شوف الطفل ده توحد ولا همه اللي خايفة ولا همه شعورها ولا همه يعني لأنه مش فاهم أساساً يعني إيه ألم بالتأكيد. يعني إيه خوف بالضبط فدي ده المثل ده واضح مع في البحث العلمي اللي اتعمل ده للتفرقة في كيفية
التعاطي مع هذه مع الأمور العاطفية في الطفل اللي عنده التوحد. تمام. في فيديوهات أخرى في فيديو رقم 6 ولو يحطوه بالتتابع نتكلم عليهم برضو حتى مشاهدة رقم 6 التأهيل كيف يتم دكتور من الأسرة من بداية الاكتشاف هاي الصورة ظهرت هذا الطفل الطفل في حاله معه سيارة المفروض هذه السيارة لها طريقة معينة أن الطفل يلعب بها الطفل اللي عنده توحد مهتم جدا مش فاهمين احنا ليه صراحة يعني كأطباء انه يقلبها رأسا على عقب ويلعب فقط بالعجلة فقط ويحاول يدورها يفضل يدور فيها وخلاص اي شيء يدور شايف حضرتك اي شيء يدور يلفت نظر طفل التوحد سواء كانت غسالة في دائرة الدوران أو كانت عجلة بتدور زي هنا في اللعبة دي أو كان يعني دبورة أو حاجة كده كده بتلفي بيدك يركز عليه بطريقة غريبة ويلفت نظره حتى لو كان بيبكي بيسكت ويبتدي ينظر دي برضو من ضمن العلامات خلاص كده يمكن الفيديو رقم 7 اللي بعده لكن بالنسبة لو احنا بنتكلم في التأهيل التأهيل طبعا بيكون جزء من منظومة متكاملة متى يمكن دكتور من بعد الاكتشاف من مجرد الاكتشاف تمام هنا عشان الفيديو ده بيعرض ده حساسية للسمع الأطفال اللي عندهم توحد عندهم حساسية لجميع الحواس حساسية مفرطة أو حساسية مش موجودة إذا كانت مفرطة زي الطفل ده كده حساسية مفرطة للسمع أي صوت مزعج ليه يحط إيديه غط ودنه ويبقى خايف شوف نظرات عينيه فيها خوف رعب وممكن اللي بيحصل حواليه مجرد صوت ممكن يعني دريل يعني أو غسالة أو شيء أو حاجة لكن يجري غط ودنه ده حساسية مفرطة تمام العكس بقى لو ما فيش حساسية خالص يعمل هو الصوت يعني يمسك شواكيش ويعمل ضوضاء وشغلة في البيت بدرجة صحيح. كبيرة فالاثنين اللي هو إيه الإكستريمز من الإكستريم تو إكستريم طيب دكتور كل طفل عنده حالة معينة مش بالضرورة حالة هذا الطفل عنده حساسية السمع الآخر هذا يعني كل صفة وكل حالة لا ممكن يكون كله موجود وكله موجود ممكن يكون كله موجود في نفس الطفل ممكن جزء واحد بس الطفل ده برضو عنده خوف شديد من الهوفر المكنسة الكهربائية في صندوق فيه المكنسة الكهربائية جديدة اشتروه بيفتحوا الصندوق هو قاعد منتظر بيشوف ايه اللي داخل الصندوق لاحظ انه هو تقريبا عريان ده معناه انه هو حساسية الجلد عنده عايز حد عايز يمسح جلده في اي شيء حواليه خاصة المكان اللي موجود ده والملابس اللي هو لابسها مش طايقها فتلاقيه دايما يحب يمشي عريان فهنا المكنسة الكهربية طلعت ابتدى الطفل يصرخ يمكن لو الأخوة حطوا الصوت عشان نشوف ما نشوف المعنى بالضبط لأن الطفل ده مرعوب بتحاول تهديه بتقول له ما تخافش دي مجرد آلة للتنظيف وكده لكن هو عايز يحطها مكانها في الصندوق تمام شوف الخوف والرعب اللي فيه حطتها بعيد بعدين في عندهم واحدة تاني موجودة من الأول فالستة راحت للغرفة التانية عشان تجيب الهوفر التانية اللي هي المكنسة الكهربية التانية هو شوف بيرقبها بمجرد ما مسكتها ابتدى يصرخ فهي قالت له خلاص مش هنستخدمها ده منزعج من ايه بقى؟ من الصوت الصوت عامل له عقدة خلاص انتهى لأن كمية الصوت اللي داخله في مخه مش قادر مش قادر يستوعبها ومش قادر يتحملها لأن من طريقة تركيبة المخ والحاجات اللي قلنا عليها في الأول التشابكات فيها خلل وبالتالي أصبح هذا الصوت بدرجة فظيعة من الإزعاج بالنسبة لي تمام طيب دكتور
يعني لدينا خمس دقائق تمام نقضيهم في يعني نعم نفضل أن نعرف يعني استراتيجية التأهيل ما نعم. هي كيف تتم حتى تكون توعية للأهالي؟ بتبدأ زي ما قلت باقة بالتشخيص، وتشخيص التوحد مش شرط يكون في كل العلامات، فيه برنامج معين معروف نعم. برنامج أمريكي اسمه ICD-11 اللي هو اللي بيسمعوا نعم، وفي برنامج بريطاني أو يعني هنا من البلد اللي احنا فيها نعم. أيا كان الاثنين ICD-10 ICD-11 بريطاني معلش والDCM-5 ده اللي هو أمريكي، ده الاثنين المتخذين عالميا لتشخيص الأوتيزم. المؤهل للتشخيص بينظر للبرنامج ده ويشوف عدد النقاط اللي هي فيها اضطراب ويحاول يعمل التشخيص منها. ليه؟ لازم في حد معين يتعامل بها التشخيص تمام. مش شرط وجود كل العلامات الموجودة. بعد ما يتعامل التشخيص بالطريقة البحث في العلامات اللي احنا شفناها، بيبدأ انه هو يعمل برنامج تأهيلي ويشمل اللغة، يشمل التعليم، يشمل المعاملة، يشمل إعادة التأهيل بالنسبة للحساسية للأشياء، العلاج السلوكي، العلاج السلوكي، العلاج العلاقات مع الناس. ولازم البرنامج يكون في المدرسة زي في البيت، ما ينفعش يكون برنامجين، لازم يكون واحد بس، وإلا الطفل هيتلخبط. هو أصلا متلخبط طبيعي بالأساس نعم. فتديله برنامج في البيت غير برنامج المدرسة مش لازم هينفع. يكونوا نفس لازم البرنامج، لازم يكون نفس البرنامج نعم. ولازم المدرسة مع البيت يقعدوا مع بعض ويشتغلوا. هتعمل إيه في البيت أنت لما ينزعج من صوت كذا؟ احنا بنعمل كذا في المدرسه، يبقى لازم يعملوا نفس الشيء تمام. هتعمل ايه بالنسبه لحاسه التذوق وحاسه الشمع؟ بنعمل كذا، يبقى تعمل نفسه في البيت. لو الطفل حصل انه هو تشنج او عايز شيء معين ما مش كويس او عايزين نمنعه منه نعم. عشان يعني الخطر بتعملوا ايه؟ بنعمل كذا. لازم يتعامل نفس النظام في البيت، وبالتالي هذا البرنامج التاهيلي الطفل بينمو معاه، بيكبر معه خطوة بخطوة، خطوة بخطوة، مرحلة من مرحلة التشخيص كل ما كان مبكر كان أحسن زي ما قلنا، 2-3-4-5-6 سنوات بالتدريج بيبتدي يحصل إعادة تشكيل التشابكات الدماغية نعم. وإن شاء الله الأمور بتتحسن. في حالات نجحت من أهالي، يعني سمعنا حالات كثيرة طبعًا. في التجربة طبعًا. عبر السوشيال ميديا بأنها نجحت بأنها تؤهل طفلة لدرجة أصبح معتمد على نفسه وأصبح صحيح. يعني مندمج في المجتمع صحيح. بأكيد. وعلاقات العلاقات الاجتماعية والعلاقات الوظيفية، بس بيبقى في وظائف معينة هي اللي تنفع ليهم. يعني ما ينفعش أجيب حد عنده توحد كبير وأشغله في الريسبشن أكيد بالتليفون يتعامل نعم. مع الناس اللي داخله واللي طالع، ده مش هينفع خالص. هو عايز مكتب كده في مكان معين وكمبيوتر واشتغل مع ذاته وبرامج، ده ممتاز جدا، يديك شغل نعم. مظبوط على الآخر. طيب أيضا حابين نعرف يعني كثير أيضا من الأهالي لديهم مشكلة أو صعوبة في إيجاد مراكز تأهيل أو مدارس تأهيل جيدة، مشكلة كبيرة. وكل مركز أو مدرسة تختلف استراتيجيتها أو عملها أو النظام عن أخرى، فلا أدري ماذا تنصح في ذلك دكتور؟ والله النصيحة مش هتبقى للآباء، النصيحة هتبقى للعاملين على المنظومة الصحية نعم. في البلاد اللي ما فيهاش هذا المنهج المتكامل نعم. المفروض ينظروا إلى الطفل التوحد كأنه إعاقة للأسف الشديد، والمفروض يعملوا على تقليل هذه الإعاقة نعم. على نجاحه وعلى مدرسته وعلى علاقاته الاجتماعية، بأنهم يعملوا مراكز متخصصة في جميع المراكز وجميع الأماكن بحيث إن هو إيه يحصل إعادة تأهيل مبكرا. كمان عملية اللي هو إيه التخصصات نادرة، موجودة في بلادنا نادرة جدا أن حد متخصص في التوحد، فالمفروض برضو وزارات صحيح. الصحة في بلادنا تفتح المجال لهذا التخصص نعم. بحيث أنه يبقى فيه أطباء يعني عندهم القدرة على هذا التشخيص ومن ثم التأهيل المبكر. دكتور في حالة يعني الإهمال والاعتناء يعني أو الإغفال، بمعنى يعني الإهمال والإخفاء الاجتماعي بالنسبة للطفل، إخفاق أيضا في تعليم أو طرق أو أساليب التعليم، ماذا يحدث؟ هل تكون المسألة عكسية
للطفل المتوحد؟ صحيح. الطفل هل تؤثر عليه؟ الطفل اللي عنده توحد لما تحطيه في مكان هذا المكان سواء كان مدرسة أو أي مكان تاني غير مؤهل للتعامل مع مشاكل الطفل هيزيد الطينة بلة. يعني مدرس ما يعرفش يعني توحد وعنده طفل موجود في وسط الفصل هيقول إن ده الطفل ده بيتدلع، ده مش بيسمع الكلام، ده مش بيعمل اللي عايز أنا أعمله منه، وهيبتدي يحط له لستة من الأشياء وينعزل. وده يسبب مشاكل للطفل زيادة عن المشاكل اللي عنده ويسبب له مشاكل أكتر. لكن الأستاذ أو المدرس اللي فاهم يعني عنده توحد وهو نفسه، يعني عندنا هنا في بريطانيا المدرسين هم اللي بيحولوا الأطفال للتشخيص التوحد لأنهم بيعلموهم من ضمن برنامج التربية عندهم أنه يبتدي يكتشف الطفل ويتكلم مع الأباء ويقول له أنا أحول ابنك لطبيب علشان أنا شاكك أنه في توحد. ليه يكتشف أمره في المدرسة مش في البيت؟ زي ما قلنا أول ما بيطلع من البيت اللي هو يعتبر نقطة الحماية بالنسبة لي بيكتشف أمره لأنه أصبح في مقارنة غير مقصودة بين الطفل وبين قرنائه في الفصل. تمام دكتور، آخر سؤال حتى ننهي. نعم. الموضوع كبير جدا، إن شاء الله تكون لنا سلسلة متتالية. نعم. في هذا. نعم. الموضوع كيف. نعم. ننمي مهارة الطفل في البيت؟ تنمية مهارة الطفل في البيت زي ما قلنا بيبقى ناتج فقط من فهم الأب والأم. نعم. للمشكلة. لو هم مش فاهمين المشكلة مش هيعرف ينمي المشكلة. فلازم تفهم المشكلة الأول، تفهم إيه، هل هو عنده توحد ولا ما عندوش. نعم. ومن ضمن الباقة اللي هي تكون موجودة إن بيكون في البرنامج تأهيل للآباء كمان، يعني مش بس للطفل. احنا هنا بنعمل ايه؟ اول ما بنشخص الطفل صحيح. بنبعت الاب والام حضرتك لكورسات، يعني بيروح مركز تاهيل لفهم كيف يتعامل مع طفله في البيت. بالتاكيد هو اصلا العائله لازم تتقال، اب والام لازم يكون لازم يتعلموا تدريب، لازم يفهم، لازم يتدرب. نعم. لازم يتدرب ان ازاي تتعامل مع انت ما عندكش المعلومات، فلازم تتعلم ازاي تتعامل مع الطفل اللي هو عنده المشاكل دي. نعم. واحد اثنين ثلاثه. تمام. في سؤال آخر بس ناخذه لأنه غريب شوية، هل التوحد يعني يصيب الأطفال التوأم؟ طبعا بأكتر في الأطفال اللي هو المبتسرين أو الخدج. نعم. اللي هم مولودين بدري. ملاحظ أن الأطفال اللي هم كل مولد مبكر. تمام. يعني على ستة شهور. نعم. سبع شهور ثمان شهور كل ما كانت فرصة للتوحد أكبر من الطفل المولود كامل. تمام. آخر السؤال اسمح لي مخرج لي، يعني ابن لا يستطيع التحدث أو التكلم حتى وصل لعمر 18 سنة ولديه التوحد، كيف ممكن معالجة هذه المشكلة؟ مشكلة كبيرة صراحة. مشكلة كبيرة. هل متأخر؟ متأخر كتير. 18 سنة يعني كان فين؟ إيه اللي حصل قبل كده؟ نعم لا أدري. في أمل ممكن تتأهيره؟ في أمل بس يعاد فهم المشكلة ويعاد. نعم. يعني العمل مع المتخصصين كمتخصصين التخاطب. نعم. والأطباء النفسيين، وبالتالي يعاد تأهيل البرنامج حسب قدراته. تمام. طيب دكتور، يعني للأسف انتهى وقتنا، ولكن أكيد في حلقات قادمة راح نتحدث عن طرق التأهيل المختلفة في المدارس والمراكز وغيرها طبعا. و نشكر لك جزيل الشكر دكتور محمد حسن استشاري طب الأطفال. نشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. بالتأكيد كالمعتاد دائما يمكنكم التواصل معنا عبر مشاهدتكم لقناة الحوار على اليوتيوب المباشر، وأيضا متابعتكم لنا عبر كل منصاتنا الأخرى السوشيال ميديا. ولكم الفتحية حتى نلتقي السبت القادم في موضوع طبي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.